أعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 39,175 شهيدا فضلا عن 90,400 جرحى منذ 7 أكتوبر الماضي. وواصلت الطائرات الإسرائيلية من قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم 93 بعد 200 من الحرب، مخلفة أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى. وقد ارتكب الاحتلال الإسرائيلي 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمشافي 55 شهيدا و110 إصابات خلال 24 ساعة ماضية فقط.